أحمد السيد علي عطية علي، رقم الجلوس 16. هتكلم عن الفورك ليفت هيدروليك سيركت مين كومبوننتس. أول كومبوننت عندنا هي الأويل تانك، وده طبعا اللي بيكون موجود فيه الزيت نفسه. تاني كومبوننت هو الأويل، ودوت طبعا اللي بينقل الباور وبيعمل لوبريكيشن للبارتس، للموفينج بارتس، وبيعمل ديسيبيشن للهيت، وبيعمل سيلينج للكليرنس بتوين الميتنج بارتس. تالت كومبوننت هي البامب، وديت اللي بتضخ الاويل في السيستم. رابع كومبوننت اللي هي البايبس والفيتنجز، وديت اللي بتنقل الاويل من مكان لاخر. خامس كومبوننت هي السلندر او الاكتويتر، وده اللي بيحول ضغط الزيت لميكانيكال فورس او ميكانيكال تورك عشان اقدر استفيد منه. سادس كومبوننت هي الفالفز، سواء كان دايركشن كنترول فالف او بريشر كنترول فالف، ودول طبعا انا بس بيعملوا كنترول على اتجاه وضغط الزيت في الدايره. احمد سمير عبد اللطيف محمد احمد داود، رقم الجلوس 34. هتكلم عن الفورك ليفت لورنج بوزيشن. لما بنشغله البامب بيبدا الزيت يخرج من التانك ويعدي على الدايركشن كنترول فالف، هيباي باس التشيك فالف ويعدي البايلوت اوبريتد تشيك فالف ويبدا يحرك السلندر، وديت بتكون اول حركه عندنا، باي باس للبايلوت وباي باس للميتر اوت. طيب هل لو في لود على الونش هينزل؟ لا، لو عايز انزل اللود همشي الدايركشن العكس، فيبدا ينزل، لكن بينزل تحت تاثير البامب بس ومش هينزل تحت تأثير الوزن، وديت فايدة البايلوت اوبريتد تشيك فالف. البايلوت اوبريتد تشيك فالف بيمنع الزيت ان هو يرجع تاني للتانك، لان ممكن يحصل ليكج بسبب انتقال الزيت من الهاي بريشر لللو بريشر، لان الدايركشن كنترول فالف من جوه عبارة عن سبول بتتحرك في مجرى، فممكن يحصل ليكج. فخط البايلوت بيقول ان اللود مستحيل ينزل تحت تأثير وزنه لان السكة مقفولة، لكن ممكن ينزل بفعل البومب عن طريق ان ادخله سيجنال يفتح السكة. اما الميتر اوت بيتحكم في اتجاه الفلور راجع، يعني بيتحكم في السلندر في حالة اللورنج، لكن وهي طالعة عمره ما بيتحكم فيها لانه بيكون باي باس. هنلاحظ ان كل ما نقفله الفالف سرعة النزول بتقل، وده معناه ان هو بيتحكم في سرعة الفلو وهو نازل. طيب بما ان البامب بتطلع كمية فلو ثابتة ما بتتغيرش الا من خلال الليكج اللي بيحصل جواها، فعلشان كده ممكن يزيد الضغط عند الانلت. ففي الحالة ديت بنحتاج البريشر ريليف فالف لان البامب بتطلع فلو ثابت. عشان كده الديزاين بتاع الفلو كنترول فالف لازم يكون بارالل مع ضغط فتح البريشر ريليف مع اللود اللي هنشيله. محمد عادل محمد مصطفى الجنايني، رقمي 357. هتكلم عن الفورك ليفت فورورد بوزيشن. الاول انا عندي هنا دايركشنال كنترول فالف فور واي 3 بوزيشن، عندي الرايت بوزيشن والسنتر بوزيشن والليفت بوزيشن، هو ده اللي بستخدمه في الاكستندنج. يبقى بحرك الدراع الخاص بالسلندر التانية اللي هي بتتحرك في الوضع الافقي عشان اخلي الدايركشنال فالف في الليفت بوزيشن، فالبامب بتضخ الزيت عندي بيمشي في المسار ايه وبيعدي على التشيك فالف عشان اضمن ان الزيت ما يرجعش في الاتجاه العكسي. فبلاحظ ان السلندر بتتحرك لاتجاه الفورورد، والزيت اللي موجود من الناحيه التانية من السلندر بيرجع على التانك من خلال المسار بي، وبمجرد ان اسيب ايدي من على الدراع فبيجي عندي الدايركشنال كنترول فالف في السنتر بوزيشن، فبلاحظ ان السلندر ثابته في اتجاه الفورورد والزيت اللي البامب بتضخ عندي بيرجع للتانك تاني. السلام عليكم، انا عاطف سعد عاطف النيداني، رقم 186. عملت ديزاين للهيدروليك سيركت على برنامج فلويد سيم، وباذن الله هحاول اشغله. مبدئيا هنتكلم عن الدائره اللي هتعمل لورنج او ليفتنج لللود.
طبعا اللي بيتحكم في الدايرة دي four positions free way and lever valve spring return. ال control valve ده هيتم التحكم فيه طبعا manually وهيرجع لوحده انه spring return. هنبدأ عملية الرفع الأول. بيطلع طبعا بيطلع الزيت عادي من التانك، بيمر على الكنترول فالف الأولاني، بعد كده بيمر على الكنترول فالف الحالي، بعد كده يطلع الأكتويتر. بنلاحظ إن إحنا هيبقى عندنا هنا تشيك فالف. التشيك فالف ده بيضمن إن الفالف إن اللود بعد ما يطلع ما ينزلش تاني لوحده، وده طبعا عامل أمان كبير. طبعا لازم التشيك فالف اللي عندنا يبقى متوصل بيه وصلة بايلوت للخط التاني عشان التشيك فالف ده يفتح في حالة اللورينج. في حالة اللورينج بقى بيتم عمل الميترينج اوت. الميترينج اوت هو ان احنا بنتحكم في سرعة النزول، يعني ممكن نخليها سريعة ممكن نخليها بطيئة. نفس الحكاية بالنسبة للناحية التانية، لما بنيجي نعمل فورورينج للود بيتحكم برضو نفس الكنترول فالف اللي هو فور واي فور بوزيشن ثري واي هاند ليفر فالف سبرينج ريتيرن. في عملية الطلوع بيتم التحكم فيه طبعا مانوالي برضو، وبيرجع لوحده لأن هو سبرينج ريتيرن. فيه نفس التشيك فالف عشان برضو يمنع ما يحصلش اكسيدنتس او كده، او يرجع الحمل لوحده. وطبعا هو نفسه برضو لازم يكون برضو التشيك فالف ده متوصل بنقطة بايلوت، متوصل بنقطة بايلوت عشان لما في حالة الرجوع لما يسمح النقطة البايلوت تسمح ان التشيك فالف ده يفتح يرجع تاني لود. طبعا بنقدر نتحكم في سرعة الرجوع عن طريق الميترينج اوت. طبعا لما الضغط بيزيد جدا في الدايرة المسؤول عن رجوع الزيت تاني للتانك وامان الدايرة هو البريشر ريليف فالف اللي هو هنا، اللي هو ده بيكون محطوط له سيتنج بريشر معين ما يزيدش عنه، بس لما ضغط الزيت يوصل له بيفتح وبعد كده يرجع الزيت تاني للتانك. وموجود عندنا طبعا هنا ريتيرن فلتر، وده طبعا يعتبر من افضل انواع الفلاتر عشان يحافظ عندي على الدايره. بس كده، شكرا والسلام عليكم.